خليني اقول كمان يا احمد ان مسؤولين في الاهلي ابلغوا المسؤولين في انبي برفض تمديد اعاره محمد شريف، ورفضت كمان اداره الاهلي عرض اماراتي جه للاعب خلال الفتره اللي فاتت، وده طبعا لانه الفريق اكيد محتاج مجهود اللاعب في الموسم اللي جاي. اكد كمان جهاز الكره بالنادي الاهلي لمحمد شريف ان هو هيرجع للفريق قريب جدا بعد طبعا انتهاء الموسم الجاري، ولازم يغلق بقى يقفل الباب تماما قدام كل العروض اللي تلقاها مؤخرا من الخارج او من انبي طبعا لتمديد عقده. محمد شريف خامه محترمه جدا، عامل سيزون اكتر من رائع، تاني هداف الدوري، مهاجم يمتلك كل مواصفات راس الحربه النموذجي، واتمنى ان شاء الله انه ياخد مساحه وياخد فرصه مع النادي الاهلي. اعتقد واحد من المهاجمين اللي هيفيدوا منتخب مصر في الفتره اللي جايه بشكل كبير جدا، ونتمنى بس انه مع رجوع النادي الاهلي يحافظ على حاله التركيز وحاله الرغبه في اثبات الذات وحاله الرغبه في تطوير الفنش كمان بتاعه عالي جدا يا احمد، يعني بيروح على الجون ما بيضيعش. في لعيبه كده زي ما كابتن ميمي الشربيني الله يرحمه كان بيقول مواليد منطقه الجزاء، صح. يعني ده تشوفيه ده لعيب صندوق، ده جوه الصندوق اللي تحطيه ده من ربع فرصه ومن نص فرصه يخلص. اللاعب اللي عنده احساس بالمكان، عارف يروح للكره فين ويقابلها امتى، اللاعب اللي ممكن وظهره للجون تلاقيه بيخلص، ده بيتميز بالسرعه، بيلعب وينج، يلعب مهاجم، ده نموذج لراس الحربه الحقيقه النموذجيه.